في كل يوم يذهب الناس للنوم ويأملون بغد أفضل، إنتاجية أكبر، مدخول أوفر، نحن نقرب لك ذلك. مرحبا بكم في أستراكيم. تأسست أستراكيم في عام 1988 وهي إحدى شركات مجموعة أسترا الصناعية الرائدة في العديد من القطاعات التي تشمل الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية المتخصصة وصناعات الحديد والطاقة والتعدين، وهي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية. أستراكيم هي إحدى الشركات الرائدة المتكاملة في إنتاج المواد الكيميائية الزراعية ذات الجودة العالية في مجالات الأسمدة الكيميائية والمحببة والمبيدات الزراعية والحشرية ومبيدات الصحة العامة والمبيدات البيطرية. وتمتلك أستراكيم محفظة قوية من المنتجات المتنوعة المسجلة العالية الجودة، كما لدى الشركة شراكات متينة مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، حيث تعمل على توفير المستلزمات الزراعية المهمة ومجاراتها لكل ما هو حديث ومفيد في قطاعات الزراعة المتنوعة. تمتلك أستراكيم شبكة توزيع تغطي 30 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الآسيوية وأمريكا الشمالية. حضورنا القوي في الأسواق الإقليمية مع النمو المستمر في محفظة منتجاتنا عزز من مكانة الشركة كواحدة من الشركات الأكثر تقديراً في المنطقة. تابعت الشركة توسعها وانتشارها في المنطقة من خلال تواجدها في السوق التركي، حيث استحوذت على أسترانوفا في تركيا واستطاعت من تعزيز وجودها في المنطقة مستهدفة تبوأ مكانة ضمن أهم 5 شركات في تركيا، بالإضافة إلى تعزيز صادراتها إلى الأسواق المختلفة. كما قامت أسترانوفا بتوسيع مرافقها التصنيعية لتغطي كافة الأسواق المتاخمة لتركيا، ويمتاز مصنع الشركة بمرافقه المجهزة بأحدث الآليات والأجهزة والمعدات والتقنيات اللازمة لسير العملية الإنتاجية بكفاءة ودقة وجودة رفيعة المستوى، كما يحتوي على معدات وأجهزة متطورة للتأكد من سلامة عملية الإنتاج وضمان الالتزام الدقيق بالمواصفات العلمية المعتمدة والمحافظة على أفضل مستويات الجودة النوعية. بخطى ثابتة ورؤية استراتيجية ثاقبة، تسعى أستراكيم لتكون دوماً الرائدة في تطوير القطاع الصناعي المحلي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا ودول آسيا الوسطى في إنتاج الكيماويات الزراعية والأسمدة عالية الجودة.
تعمل أستراكيم على تنمية التسويق والتوزيع عبر شبكة مبيعات تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، كما تعمل على تطوير منتجات جديدة وتوسيع القائم منها لاستخدامات متعددة، بالإضافة لترقية المنتجات الخاصة بها مع مواكبة التطورات والتكنولوجيا في هذا المجال. أستراكيم تقدم الدعم التقني والاستشارات للمزارعين والمهتمين بهذا القطاع عبر تطبيق ذكي يعمل على كافة الأجهزة المحمولة وغيرها. واستطاعت أستراكيم من خلال قربها وتفهمها العميق لاحتياجات المزارعين المساهمة في تطوير سبل حماية الصناعة النباتية لتحقيق مفهوم الزراعة المستدامة، كما تفخر باستعدادها لوصول فريق العمل للمزارعين وفهم كافة احتياجاتهم، بما يضمن لهم النجاح في الحصول على محصول وفير والتغلب على المصاعب التي تواجههم في كافة مراحل الإنتاج. وتعتبر الشركة مصدراً متكاملاً للأسمدة والكيماويات الزراعية ومدخلات الإنتاج المختلفة التي تضم عدة منتجات تشمل الكيماويات الزراعية، وتضم مبيدات حشرية وفطرية وأعشاب، إضافة إلى مبيدات آفات الصحة العامة والمبيدات والأدوية البيطرية، وكذلك الأسمدة المركبة التي تضم الأسمدة المركبة القابلة للذوبان والأسمدة المحببة والأسمدة الأحادية والأسمدة السائلة والمعلقة وأسمدة فلورابل والعناصر الدقيقة النادرة، كما تضم المنتجات بذور الخضروات الداخلية والخارجية وتقاوي البطاطس وبدائل التربة وغيرها من مدخلات الإنتاج الزراعي. وكجزء من اهتمامها بالبيئة وحمايتها، تلتزم أستراكيم بالمعايير الدولية المتعلقة بصناعة الأسمدة والكيماويات الزراعية، مثل معايير الوكالة الأمريكية لحماية البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية واللجنة الدولية التعاونية لتحليل المبيدات والمركز الدولي لتطوير الأسمدة. وترتبط أستراكيم بشراكات قوية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وإنتاج المبيدات من أجل تعزيز مجموعة منتجاتها، مثل شركات FMC وكيمتورا وباسيف وأجريكو ومونسانتو وغيرها من الشركات الرائدة، حيث تقوم أستراكيم بإنتاج المواد الكيماوية الزراعية بموجب هذه التراخيص من المصنع إلى المزارع مباشرة، منهاج عمل مبتكر يسهل عملية الإبداع والتطوير الدائم الذي تنتهجه أستراكيم من خلال توزيع منتجاتها عبر منافذ البيع الخاصة بالشركة وفريق العمل المتكامل. وتكمن أسباب نجاح أستراكيم في حرصها على استقطاب الموارد البشرية المؤهلة واستخدام أساليب ووسائل البحث والتطوير المتقدمة للحصول على المركبات والمنتجات المتطورة في هذا المجال، وكذلك سعيها المستمر لتطوير منتجاتها ومواكبة المتطلبات المتغيرة للقطاع الزراعي وقطاع صحة البيئة. شركة أستراكيم شريك استراتيجي لقطاع الأعمال في المجال الزراعي. أستراكيم عالم من الإبداع.